السلام عليكم الحباب، كيف الحال؟ فيديو جديد واخبار جديده اليوم على دنيا باطمه. وسمعوا مزيان العمراتي اشنو اللي غيقول على بزاف ديال الحوايج، وشنو طلب من الملك نصره الله، وشنو اللي غادي يفضح في هذا الفيديو هذا. فريمون راه غي يفضح بزاف ديال الحوايج اللي هما جداد. وما تنساوش حبابي، انا فقط غادي نقول لكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللي غيمر بالصدفة يضغط على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. اذا حبابي ما تنسونيش لي لايك لي لايك ودعموني، راه بكم كنزيد القدام. حبابي ما تنسوش قولوا لي الراي ديالكم لتحت في التعليق، كيفاش جاكم هذا القول ديال رشيد العمراتي، واش صحيح ولا لا. خليكم مع الفيديو صوت وصوره وسمعوا العمراتي شنو غيقول. من هذا المنبر كنرحب بالاستاذ العمراتي وكنقول له مرحبا بك، رجعتي معنا في العالم الاحمر وشرفتينا ونورتينا واهلا وسهلا بك مره ثانيه. مغاربه العالم اينما كنتم وحللتم وارتحلتم. هذه الكلمه واخا الوقت متاخر على حسب الدول اللي حكيتوا فيهم جميع المغاربه والمغربيات والمغرب طبعا، هذه شهادة قضائية في هذا عاوي شكاوي دفع عزيز أخ النشو. أنا أول واحد اللي دعيته بوثائق دولية ووطنية بالتوقيع ديالو بالشاكات، عمركم ما تنساو هذه بالشاكات موقعين مديه ديال لي زانترميديال ما بين أكوا وما بين الشركة ديالو ديال المحروقات، أول شركة إفريقية أفريقيا وول. انا الوحيد اللي يعني انا الوحيد واقولها واكررها، فوق هاد الدعوة كاين محاكم اللي تبعوا ماشي الراي ديالي، القانون مصادر القانون الدوليه ديال المحاكم اللي كتريتي لي دوسيي دو كريم ايكونوميك جرائم اقتصاديه، واللي عطاوني الحق للمتابعه ديالو والقبض عليه خارج المغرب سواء كان رئيس حكومه او ما بقاش الى اخره. فبالنسبه لبعض الناس اللي تيديروا شي تعاريق، الله يهديكم، انا ما كنبغيش نرد عليكم، ما عنديش هذا الوقت وما جيتش المهمه ديالي انا شخصيا وشخصيه هو اعانه بلادي والشعب المغربي. جو نو سوي با بريتونسيو على سو بوان كل الشعب، ولكن نبداو بدينا شي حاجه من هذه السنتين والله اجعل فيها البركه وهذه نتموها، ولا يهمني انا شنان احد ولا الراي ديالو، كيهمني الراي ديالكم. وخيائين شنو هو الدور اللي لعبت؟ والله ما اجعله حقا بتواضع هذا العبد المذنب. انا ما كنجيش نسرد عليكم المحادثه ولا النحو ولا القراءه ديال اللي كنا في المدارس الاعداديه او ابتدائيه، هذا لا يهمني، هذا ماشي تاريخ، انا ما دايرش تاريخ ولا لي بروسي فيربو. كاين الناس اللي مهتمين بهذا الشيء، اخصائيين ديال هذا الشيء في الامن الوطني وفي المخابرات وغيرهم في القضاء، اللي النزيه والامن كذلك النزيه واللي كيراقبوا عن كثب. وانا قلتها واقولها، قلتها اول واحد وانا اخر واحد ارددها، عزيز اخ النص سيحاكم وسيقاضى وسيرجع المال وسيسجن داخل المغرب وخارج المغرب. اون ديبي انه صديق الملك وانه عزيز اخ النص، خصكم تعرفوا بيقين صديق اليوم انه عملنا فو ايزاج دو فو فاش في المخططات الخضراء، سان اكزيست با، ما كايناش، عمرها ما كانت. قحم الملك فيها ملي كان وزير الفلاحه، هي هاد البلانات ديال التصفات قحموا فيها تخرج دم وما كاينش الاثر ديالهم، عمرها ما كانت. و فو ايزاج دو فو في وزاره الفلاحه في الدعم ديال لا سوليداريتي ديال الفلاحه خداه كله. الغاز 17 اللي خرج بلا فرج هو اول واحد، ماشي العداله والعميه، بلا فرج هو اللي خرج الاول اللي كان بيعمل لي بينو اتصال واسرار واشياء. نعم 17 مليار درهم واللي اعترفت بها الدوله ومؤسسات التنافس ديال الدوله، وعمل فو ايزاج دو فو في المخطط في الغاز، دعم الغاز 2000 يعني